الأقرب ليك. كما العادة الوقيتة ذي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم، كل التفاصيل توتسويت في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة الفهم. طقس اليوم باش يكون فيه أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وباش يكون كثيفة سحب بالشمال وخاصة بجهة الساحل بعد الظهر مع أمطار متفرقة. عموما بالنسبة لنشاط الرياح فإنه يتواصل قرب السواحل والبحر ويكون شديد الاضطراب. عموما في المقابل نقاو في درجات الحرارة ارتفاع طفيف متوقع في درجات الحرارة، وتتراوح القصوى بين 15 و 19 درجة بالشمال والوسط، وتكون بين 19 و 23 درجة في مناطق الجنوب. هذه فكرة عامة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. بالنسبة لولاية القيروان فإنه درجات الحرارة القصوى اليوم توصل 21 درجة مع إمكانية طبعا نزول الغيث النافع. هذه فكرة عامة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس